نبدأ بهذا الخبر عن مسيرات إيران والميليشيات التابعة لها. فقد أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للتصدي للمسيرات الإيرانية وأحالته إلى اللجنة العامة للمجلس لتفعيله. وينص مشروع القانون على توسيع برنامج العقوبات لتنطبق على أي شخص يشارك عن عمد في أي نشاط لتوريد أو بيع أو نقل الطائرات بدون طيار بشكل مباشر وغير مباشر إلى إيران أو منها. وكذلك أي شخص يقدم تدريبا تقنيا أو مساعدة مالية أو أي دعم آخر لإيران فيما يتعلق بتصنيع الطائرات بدون طيار أو صيانتها أو استخدامها. وتؤكد اللجنة أن هذا التشريع سيفرض تكاليف باهظة على برنامج الطائرات بدون طيار وداعميه حتى لا تتمكن من شن هذه الهجمات والإفلات من العقاب. وأما الموافقة عليه بمثابة خطوة لمحاسبة إيران على أفعالها المزعزعة للاستقرار، مشيرة إلى أن المسيرات الإيرانية تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. تحذير لإيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن واشنطن على عدم التعاون ومنع المراقبة عن منشأتها النووية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حذر إيران وقال إنها ستتسبب بأزمة نووية، مهددا بأنها ستواجه مزيدا من العزلة السياسية والاقتصادية. مدير الوكالة للطاقة الذرية أعلن قبل ذلك أن إيران أطفأت 27 كاميرا مراقبة، محذرا من أن عدم إعادتها يعني ضربة قاسمة للاتفاق النووي. وقالت الوكالة أن إيران تعتزم تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزية المتطورة، ما يسمح لها بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة. نحن في حالة توتر شديد، حيث وصلت المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أدنى مستوياتها، مع عدم نجاح التعاون الثنائي مع إيران بشأن توضيح عدد من القضايا العالقة حتى الآن. وكما ترون، أعتقد أن نافذة الفرصة صغيرة جدا. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ترفض التراجع عن مواقفها بعد قرار إدانة بلاده في وكالة الطاقة الذرية إثر إخفاء أثار يورانيوم في مواقع نووية لم تعلن عنها مسبقا. وكانت السلطات الإيرانية قد نشرت مقطعا مصورا يظهر لحظة فصل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في منشأة نووية. هذا وتحتجز إيران لقطات من كاميرات المراقبة منذ فبراير 2021 كأداة للضغط خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي.